نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وطردتها يا سيدي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن شر محدثات الأمور بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: إن شر فيك بنات البنان وأنا ذلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. صدق صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به من لا ظهر له. قال أبو سعيد راوي الحديث: فنظر عليه الصلاة والسلام إلى أصناف المال ما نظر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه الترمذي. وعن جابر ابن حي وعن جابر رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق غنيا عن طاعتهم، فلا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. يقول جل وعلا: إن الله سبحانه وتعالى يعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا لما خلق هذا الكون خلقه نورا، وخلق من الماء بشرا وصهرا، وكان ربك قديرا. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا.